مشان الله يا ابن عمي، مشان الله خليني روح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو اللي ذكرهم فيكي بعد كل هاي السنين؟ معقولي طيب رفقاتي اللي عشنا وكبرنا سوا يجوا على الشام وما أقدر شوفهم؟ من وين لوين رفقاتي؟ إذا عرسك ما حضروه. يا ابن عمي كم مرة بدي أقول لك إنه منى بعد ما توفت أمها راحت سكنت عند خالة بالميدان، والتانية المسكينة إجا نصيبها على حلا. إيه شو اللي رجعها على الشام؟ لأنه اتطلقت. طلقت؟ استغفر الله العظيم. الله يسامحك يا ابن عمي، وإذا يعني كانت مطلقة بتكون عايبة لا سمح الله. أنا سمعت إنه جوزها كان صعب عليها كتير، بيصبحها بقتلة وبيمسيها بقتلة، وهي علي عليها رجعت عالشام ومكسورة الخاطر. طيب شو اللي ذكرهم فيكي بعد هاي السنين؟ هاد يا سيدي، منى وهناء التقوا بالسوق ومن سيرة لسيرة تذكروني وحلفوا ألف يمين غير إنه نجتمع مع بعض مرة تانية. يعني بدك تروحي لعند بيت أهلها لهناء؟ عليك نور، وما راح يكون بالبيت غير نحن الثلاثة، بقى لا تاكلهم. شو وين تروحى؟ بكره بعد الظهر من بعد أمرك. ابن عمي والله طاق قلبي من قعدة البيت. اسمعي روى، بكره بتروحي لعندهم بتقعدي ساعتين بس. بس هي اخر مره، ما تعملي اياها سري مرك اليومين ثلاثه. اللي بده يشوفك بيجي لعندك لهون على البيت. حاضر وبامرك. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك. خير اشرب قهوتك ابن عمي، اشرب. طمنيني كيف كان مشوارك؟ انبسطت كثير، كنت مشتاقت لهم خيرات الله. ايه قصدي منيح انك انبسطتي وغيرتي جو. لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. بتعرف ابن عمي؟ والله ما شبعت منه. لا اله الا الله روعة، الله يرضى عليك. يعني شو اتفقت انا وياكي؟ انا هي تبع سري مرك اليومين قلت لك ما بحبها. لا ابن عمي لا، انا مو هيك قصدت. اصلا انا خبرتهم وقلت لهم انه انا مستحيل فيني اشوفهم برات البيت مره ثانيه. لهيك يعني انا عزمتهم بعد يومين لحتى يجوا لعنا. مالي شو علي؟ بيكون احسن. يعني موافق؟ لك يا بنت الحلال، انت بتعرفي انه بيتي بيت الجود والكرم، وانا بعمري ما كشيت بوش بني ادم. لك انا اللي بعرف، لك ريت تتخر رجال من بعدك يا سيد الرجال. مع انه مالي حابب رفدك مع هدول البنات وقلبي نائزني. لا ابن عمي لا تحكي هيك، صدقني منى وهناء ما في منهم ولاد عالم وناس واكابر ومحترمين. ستي خير ان شاء الله، ما بدك تحطي لنا لعبه تاكلي، والله على لحم بطني من الصبح لهلا. خس الجوع براسي. يلا الله يرضى عليك. ما قلت لي لك ابني مين رفقات لمرتك؟ بعرفهم انا شيء؟ والله يا مو انا ما بعرف اذا بتعرفيهم، بس وحده منهم قالت لي اسمها منى والثانيه اسمها هناء. ليكون بنت البوابيجي هناء. بيطول بعمرك. هي بذاتها، بس الثانيه ما بعرف قال، بس قالت انه اهلها ميتين من زمان. ايه وراحت عاشت ببيت خالها. يحرق حرجك يا ام يوسف، طلعتي بتعرفيهم؟ ما بعرف غيرهم. شو يا مو؟ كأنه سيرة البنات مو عجبتك، في عليهم شي لا سمح الله. استغفر الله يا ابني، الله يستر على جميع البنات، بس هي منى مسموعيتها مو كل هالقد، بتضل نائر ونقير هي ومرت خالها رغم انه قاعدة ببيتهم. لك يا امي رب العالمين أدرى شو في جوات الحيطان، بعدين شو بدنا فيها ومرت خالها؟ يصطفلوا. والتاني هنا قدريت انه اتطلقت ورجعت على الشام. ايه مزبوط، لانه قالت لي مرتي انه كانت مظلومه كثير من جوزها وكان يعذبها. ايه مو عن عبس كان يعذبها. شو قصدك يا مو؟ ما بدي احط حدا بزمتي، بس قالوا انه مسكها مسك اليد جوزها وهي عم تسرقه.
يا لطيف. اي والله يا ابني، مشان هيك كانت تعذبه كثير كثير، وكل يوم يتخانقوا وكل يوم يتخانقوا، ومره من المرات كبرت الخناقه بيناتهم وصلت للشيطان الرجيم. شرفتوني يا ميت، اهلين وسهلين. بخاطرك تقبريني، بخاطرك. لا تطولوا الغيب علي. ايه اكيد. ها هي يوسف ابن عمي. الله يسعد لي اوقاتكم اخواتي، اذا حابين اوصلكم على البيت شرفوا قدامي. لا يوه، بيتنا قريب، كتر خيره. خير الله. بخاطرك. بخاطرك حبيبتي. إيه؟ اكيد. مع السلامه. بامان الله. طمنيني، ان شاء الله انبسطتوا. يوسف، يوسف ابن عمي، يوسف الحاني. خير الله. مصيبة، مصيبة. لا شو في، شو في؟ الذهبات، الذهبات مالهم بالصندوق، بتعرف عنهم شيء؟ شو؟ شو عم تقولي انتي؟ الله وكلك يا ابن عمي، فتت لحتى ضب اساوري بالصندوق، فتحت الصندوق وما لقيت الذهبات. طب لا تكوني ضربتيهم هون ولا هون؟ اعوذ بالله، انا هذا الصندوق ما بحركه من مكانه، ما بحط ذهباتي غير فيه. يعني سرقوا؟ سرقوا؟ مين بده يسرقوا؟ مين فات على هي الغرفة غيرك؟ ما حدا فات، لما اجوا رفقاتي فوتهم على الأوضة وكان الصندوق موجود وكانوا الذهبات فيه. بس قالوا إنه مسكها مسك اليد جوزها وهي عم تسرقه. يعني أنتوا شاكين بتنتين حريم؟ سيدي لأنه ما في غيرهم فاتوا على البيت. ايوه، يعني معقول يكونوا تنتين متفقين مشتركين بالسرقه؟ شو بعرفني لك يا سيدي. يا سيدي انا ما بظن انه هيك القصه، لانه هن ما بيعرفوا انه في ذهب بأوضتي، يعني مستحيل يكونوا متفقين مع بعض قبل. ايوه، وانت بمين بتشكي اكثر؟ سيدي انا سمعت انه هي هناء اتطلقت من جوزها لانه لقطع بتسرق منه. ايوه، وبتعرفوا بيتها هي اللي اسمها هناء؟ نعرفه سيدي. يا عسكري، يعني انت ما بتعرفي شيء عن السيرة؟ والله العظيم يا سيدي انا ما سرقت شيء، بعدين انتوا اجيتوا على البيت وفتشتوا وما لقيتوا في شيء بالبيت. ايوه، وشو اللي بيضمننا انك ما خبيتيهم بمحل تاني؟ يا سيدي مشان الله صدقني، والله العظيم انا ما سرقته، بعدين انا مستحيل اسرق رفيقتي. ايوه، وهي البنت اللي اسمها منى، ما مدري شو اسمها، مو ساكنة عندك؟ بلا، هي ساكنة عندي بالبيت، بس بعد ما رجعنا من عند روعة إجا خالها وأخذها معه على الميدان. أنت بزماناتك اتطلقتي لأنك سرقتي جوزك، صح ولا لا؟ أنا ما سرقته، أنا أخذت حقي منه وبس. أنو حق؟ لك الله وكيلك يا سيدي، كان مدوقني الويل لعيب قمار واخذ كل ذهباتي وصيغتي ومصاريي وصارفهم هون وهون، لحد ما اجى يوم ما لقيت لقمه اكلها، كنت رح موت من الجوع، قام اضطريت اني مد ايدي على جيبتها واخذ مصاري. هي بتكون سرقه يا سيدي. طيب ماشي الحال، هلا بتروحي على بيتك ووقت بدنا اياكي نستدعيكي. فوت براسي، ليش ما خليتهم يبعثوا وراها لمنى؟ لأنه ما بدي أرجع أظلم أنا منى، خليني أتأكد من الأول. إيه وشلون بدك تتأكد؟ هاي تركيها علي، أعطيني سوارتك وروحي على البيت. شو بدك تعمل؟ بعدين بخبرك. يلا بوشك على البيت. طيب انتبه على حالك.
ايه وشو بفهم من هذا الحكي؟ عدم المؤاخذه، انا لما شفتك قدام باب بيتنا وقعت منك قطعه دهب، فانا استحيت اندهلك قدام العالم يعني مشان ما احرجك، قمت رحت اعطيتها لروعه، وروعه قالت لي لخي سوارتي شو جابها لايد منى؟ ايوه وشو بفهم منك انا هلا؟ ما بعرف، عدم المؤاخذه انت بدك تفسري لي شو معناته هذا الكلام، لانه لما روعه فاتت على الغرفه اكتشفت انه كل الذهبات مسروقين، شو تفسيرك للقصه؟ يا عيب الشوم، بس يا عيب الشوم عم تتهمني بالسرقه؟ ما كان العشم بيك هيك بنوب بنوب؟ لا انا مالي علاقه، هلا انا بروح بخبر الكراكون وهو بفوت بيفتش، هو اللي بيقرر. بوس ايدك بوس ايدك يا اخي، ساعه غفله ساعه شيطان، بوس ايدك لا تجيب سيره للكراكون، الله وكيلك خالي بيذبحني. سامحني سامحني وبرجع لك الذهبات كله، مو ناقصين ولا شيء. يلا فوتي فوتي جيبي الذهبات وما يكونوا ناقصين ولا طعم. يلا بوس ايدك ما تجيب سيره لحدا يا اخي. الحمد لله الحمد لله يا ربي، مال الحلال بعمره ما بيضيع. بس والله كان لازم خبر الكراكون. معلي ابن عمي معلي، المعاملة مع الله، كمان انت وعدت انه ما تخبر حدا وما تفضحها. انا من الاول قلت لك رفقة هالبنات مو حاببها. والله مو كل اصابعك مثل بعضه. اسمعي يا بنت الحلال، هدول الذهبات بتحطيهم بالغزالة بغرفة النوم وما في ابن مرة بيفوت عليها. براسي، بس ابن عمي بدي من بعد أمرك أطلب منك طلب. قولي. بدي توصلني لبيت هنا. دك بلايتك. الله يخلي لي إياك. تفضلي لبين ما عامل لك قهوة. شو هدول؟ هدول شوية مصاري وبتمنى تقبليهم مني. شو شايفتيني شحادة يا روعة خانو؟ هناء أنا ظلمتك، بس منى قدرت إنه تضحك علينا والشيطان شاطر. حطي حالك محلي، شو كنتي رح تساوي؟ لك أنا اللي قهرني إنه ما بكفيني اللي صار فيني مع جوزي، كمان رفيقة عمري أنت جاية عم بتشكي فيني. حقك وحياة الله حقك يا روعة، وليكك هاي طلعتي شريفة وبريئة قدامي وقدام كل الناس. ما قبليهم مني، بوس إيدك تقبليهم وتعتبريني أنا وجوزي إخوات لإلك وعيلتك الثانية. بدك تضربي شو غليظة إيه؟ بتعرفي إني بحبك وما بقدر أزعلني. لك وأنا بحبك حبيبتي. يلا بدك تقضينا إياها بلا قهوة؟ إي لا تكرم عينك، تفضلي لأعمل لك قهوة. حبيبة قلبي. يا عقيد، سمعت انه فواز معجزة لامه، معوفة الطعطع تبعها، ما عم يرضى ينزل على الدكان ويدير باله على الرزق اللي ترك له يا امه. عم تحكي مظبوط يا اختار. لك سيدي طي الشباب وبكره بيعقل. انا بشوفه وبحكي معه لانه اختي ما بيوطيها الزعل بنور. يا عقيد يا عقيد، انا برايي كل القصه ما لها طعمه وما في داعي تعذب حالك. قلت لك طي الشباب وبكره بيعار. عقيد انت كبيرنا واللي بتشوفه مناسب اعمله، بعدين لا تنسى انه انت خالي. كمان اليوم بالبيت لك تقبرني؟ ليش يا امو يعني لوين لازم روح؟ بدك تقبرني؟ نزل على الدكان، شوف مالنا، والله مال الداشر بيعلم الناس على السرقة يا ابني. لا حول ولا قوة الا بالله، كل يوم بدي اسمع هذا الكلام، لكن والله شيء بيضيق الخلق، لك يا امو حدا بيصح له، يقعد ملك ببيته، بينزل ببهدل حاله بالشغل، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا عيني يا عيني على هالقهوة، ها؟ ان شاء الله من ايدين ما بنعدمها، لكن الله لا يحرمني الحجه. يا مو جيبي فنجان لحالك، الله يجبر بخاطرك، لانه هي ريحه القهوه. الله 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 الله.
تكرم عيونك تقبر قلبك. الله يخلي لنا عيونك ولا يحرمني. ولك انت بس فهميني على شو متوحمه؟ على قشطه حتى جايبه هذا العسل؟ في عندك هذا اللون الاحمر كمان، هذا بيلبق اجل فستان على فستان، وعندك اخر الالوان كلهم، يعني هذول الوان البناتيه لعمك، وفي القماش البيضاء. السلام عليكم، يعطيك العافيه يا ابني. اهلين معلمي، اختي شوفي شو بدك انت، نقي وخبريني. اهلين معلمي، الله يطول لي بعمرك. هلا الله يخليك. هي الدفتر معلمي. شو هدول؟ معلمي هذا الدفتر تبع الحسابات عشان تعرف شو بعد وشو دخلت على المحل. لك يا ابني الله يرضى عليك، كم مره بدنا نحكي بهاي السيره؟ انا لو ما بثق فيك ما كنت بسلمك المحل من راسه لساسه. لك ربي يجبر بخاطرك ولا يحرمني منك، بس معلش انا هيك مو عم بغي زمتي. حبيب قلبي الله يخلي لي اياك. الله يطول عمرك معلمي، وهلا بس تطلع لزبوني تشتري بعطيك الغله كامله باذن رب العالمين. الله يجبرك. عن اذنك معلمي. اذنك معك. هي اختي عجبك ماشي؟ هذا يا ستي من كم يوم شفتها لأم تحسين، كانت رايحة تخطب لشاب من حارة المسكي، هاد بده ياها شقرة بعيون زرق. يا مو وانت أكيد دليتي علي. مو دليت عليكي على أساس انت يعني شقرة بعيون زرق؟ لك شبكي انت سمرة. يا مو شبكي؟ معقول مو شايفتيني مزبوط؟ والله أنا شقرة. لك أنتي سمرة مثل العين المقلوعة. شو قصدك يعني أنا بشعة؟ لا تقبريني، أنتي مالك بشعة بس مالك بيضة ولا أنك شقرة. لك أنتي سمرة مجذبة بتاخدي العقل. يا مو كل اللي من جيلي تجوزوا. طيب والله أنا كمان ناطف قلبي عم أتجوز. خلصها بقى يا مو، شو ما عدت استحيتي بنوم؟ لا ما عاد استحيت. يا ناس يا عالم انا بدي اتجوز. لك خلصنا، فضحتينا قدام الناس. قومي 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 جيبي بقيه الاغراض، خلصينا من نكفي الطبخه. ايه بس انا شقره يا عمو شقره. قومي الله يرضى عليكي. قال شقره العمش على هالجيل ما عاد استحى. خير خالي طالب تشوفني. بني آدم بس يفوت لعند البني آدم بيقول السلام عليكم. السلام عليكم. خير الطالب تشوفني. شو صار معك بالشغل؟ إيه علينا كمان انت واصل الخبر. وانت شوف انت في ساعات هيا عدي. لا إله إلا الله. يعني أمك شو فيها تعمل؟ فيها تعمل تقبريني، فيها تاخذنا على حمام السوق، فيها تحضرنا عراس، مو بس من بيت عمتي لبيت خالي، من بيت عمتي لبيت خالي. خلص تلعي بعدين حبيبتي، الدنيا اسمها ونصيب، والله والله بس نصيبك يهجم ما في شيء بيوقفه. ايه درر ابتسام خانم، حكم حكم. بعدين تقبريني قال خلي العسل بجراره لتغلى أسعاره. ايوه نحن هذا الشاطرين فيه. قومي أمي ورجيني هالطول عملينا هيك جار فواكه مرتب أنا وأمي. إلا أنه أنا خدامة بهالبيت علي زهرة. حطي شيلي تعي بقرب بيت جوزك بدك تعملي أكثر من هيك. يلا قومي قومي. شو ها؟ شو هذا اللي عم تعمليه يا مو؟ عم تشكيني لخالي وبتحكي لهاد ولهاد؟ لك يا ابني الله يرضى عليك، استهدأ بالرحمن وحط عقلك براسك. عقلي براسي وبعرف خلاصي وبعرف شو عم بعمل. لك يا ابني الله خليك. خلص معي يا مو، خلصنا بقى. الله يهديك يا حق، الله يهدي. بصراحة بناتي لهلا ما تجوزوا ولا حدا اجى طلبهم. يا اختي والله طولوا، ليش لهلا؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، لأنه بناتي لا بيطلعوا ولا بيفوتوا. كانوا يشتغلوا بكار الخياطة، ولما توفى جوزي ما عاد خليتهم يطلعوا برات البيت لحتى الناس ما تحكي علينا. الله يسامحك، خلي الناس تشوفهم. مشان هيك أنا بعت وراكي، مشان اقول لك تدبري لهم عرسان. تكرم عيونك، عندي هذا الموضوع. تسلمي ان شاء الله. ومثل ما بيقول المثل، خطوب لبنتك قبل ما تخطب لابنك، يعني لا عيب ولا حرام. تكرم عيونك، اول ما بصير معي شيء ما بتلاقيني غير عندك بالبيت. تسلمي ان شاء الله. الله يسلمك. وينهم الصبايا؟ خليني اشوفهم، صار لي زمان ما شفته. ايه طيب. ابتسام يا زهره. ايه يا مو. تعالوا يا مو تعالوا. ابني بشير بدي احكي معك بموضوع.
يا نبي أمرك معلمي عم بسمع. أنت بتعرف إنه الله ما أزم لي الجواز، ويشهد الله علي إني بعتبرك مثل ابني وأعز. الله يطول بعمرك يا معلمي، وأنت بتعرف إنك بمكانة أبي اللي تركني وما عمري كم يوم. أنا حابب نسعى لك ببنت حلال، واليوم رحت لعند أم تحسين الخطابة وسألت عن بنت حلال مشان جوزك. علمي بصلاة محمد عم تحكي عن جد؟ يعني بس معلمي الله يخليك، أنا ما بحب أتجوز على حساب حدا. يا ابني مين قال لك إني أنا رح ساعدك؟ أنت رجال وما بينخاف عليك، أنا رح وقف جنبك بأي شيء أنت بتطلبه. الله يطول لي عمرك يا معلمي، والله طول عمرك مفضل على راسي، مفضل على هالطربوش من فوق. انت بتستاهل كل خير يا ابني. الله يطول لي بعمرك، لك يقبرني اللي خلقك، لك إيهاب، لك الله يخلي لي. يا معلم لك حزين شو، انا بدي اسوي لك هلا احلى كاسه شاي، لك يا يوسف، لك محمد، شو اسمه خالد؟ شاي. بصراحه لما شفت بناتك اجى على بالي شابين من اهل الحاره، طلبهم بيوافق بناتك تماما. منو هنن؟ هلا هنن مفوضيني اني انا اخطب لهم على ذوقي، بس اللهم صلي على النبي مستحيل ما يعجبوهم بناتك، الف مين بيتمناهم. بس المشكله انه في فرق بيناتهم، يعني شو هو؟ واحد غني كتير 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 بس ما بيشتغل، والتاني فقير وبيشتغل اجير عند بياع قماش. ايه بقى خلي البنات كل وحده تختار مين بدها الفقير ومين بدها الغني، خلينا نستعجل بقى ونفرح فيهم. خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب خير. شوفي أنتي شو بدك وأنا ما عندي مشكلة. يعني ما بتزعلي؟ لا تقبريني ما بزعل. شو عقيد؟ والله فرحان، قال سمعت ابن اختك عقل وتجوز. لا مختار شيت إنه يا عقل ما بظن. لا لا تاكل هم، رح يعرف ورح يعرف شو معنى مسؤوليه ورح يعرف شو معنى البيت كمان. يا سيدي من تمك لابواب السماء، الله يهدي. مختار عم نروح مبارك لابو معتز بدكاته الجديده. اي والله عمرك اطول من عمري هلا كنت بدي اقول لك. قوم شرف لك. يلا يلا يا رب يا كريم. لك وينك انت من خطفيه ما عاد سمعت عنك خبر؟ والله يا تقبريني طلعت على حلب مع جوزي، بتعرفي جوزي يقبر قلبي مشاغله كثيره، الله يرزقه الهي، واول ما اجيت سالت عنك وقالوا لي انك تجوزتي، اقسم بالله اقسم بالله فرحت لك من كل قلبي، واجيت بارك لك لو اني متاخره. ان شاء الله بتقبريني، الله يبارك بعمرك يا رب. ما شاء الله، والله شكرها امورك باللوج وطاقه الفرج انفتحت لك، احكي لي احكي لي. الحمد لله رب العالمين، جوزي بفضل الله، الله كرمه ما كانت واراضي، كتر خير الله. وشلون صار هيك؟ هذا يا ستي من 4 سنين اجت تضايق ام تحسين، لك بتعرفيها؟ يو شلون لكان؟ ايه قالت انه في شابين بالحاره بدهم يتجوزوا. بتعرفيني انا واختي قاعدين على الزاويه كنا، قال بس في شغله انه واحد فقير وواحد غني. ايه عن اذنك دقيقه راجعت لك. اذنك معي. تقبريني اختي؟ الحمد لله بنشكر الله. عملتي لي اياهم؟ لك فوتي نحكي جوا. تقبريني والله مستعجله. طيب خليني امسكي امسكي، واي شيء بتحتاجي تقولي لي الي، ما بتقولي لجوزي. الله يرضى عليكي. والله خجلانه منك يا ابتسام، روحي ربي يصبر بخاطرك والله يخلي لي اياكي. لك معقوله شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ بتطلب عيوني بعطيك اياهم تقبريني. يلا اختي بدك شيء؟ ايه بدي، فوتي اشربي قهوه معي. بتعرفي جوزي شلون عقله صعب، خليني روح تقبريني انت. سلم ايديك يا بنتي. ميسره. خلص تقبريني خلاص، فهمت السيره كلها، شكلها اختك هي اللي تجوزت الفقير. لك لا الله يسامحك، شو هالحكي؟ اختي تجوزت الغني وانا اللي تجوزت الفقير، بس الحمد لله رب العالمين، الله هيك بفضله وكرمه سبحانه يا رب. رزقه الحمد لله رب العالمين. ايه هو الحمد لله، بس اختك ليش هيك قلب وضعها؟ اختي طمعت بالعزوه والمصاري ونسيت اهم شغله بالرجال وبحرمته سوا. ايوه يا امي مفهومه انت. وشو هن اهم شغلتين بالرجال والمراه؟ يا ستي
لازم الرجال يشتغل وما يضل قاعد بالبيت، ولازم يطعمي عيلته من عرق جبينه. ايوه، والشغلة الثانية اللي بالمرأة؟ المرأة لازم تكون قنوعة بابن عمها وتبقى معه على المرة قبل الحلوة. والله طالع منك، والله طالع منك بعد هالجازة. تعي نكمل القهوة. تحكي لي احكي لي، شو شريتي من حلال؟ يا مو على الله، ايش بدي احكي لك عن حلال؟ اما شو اكلات؟ اي والله. لك شلون الزعيم ابو شهاب بيعين واحد مثل ابو شكور مسحراتي بالحارة؟ شلون لقب صبحي؟ لك الزلمة درويش، ابو شكور درويش وعلى باب الله وعم يلاقوا رزقته من الحارة. شبنا؟ لا عملت لي يا درويش، لك ما عم يفينا على السحور، ما عم يفينا على السحور، عم يطاطع حالنا من العطش والنهار طويل، شبك انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لك الزلمة عم يدق الباب علي ويفيني على السحور، بس انت اللي عم تنقى النقى، لك الحارة كلياتها عم تسمع صوت طبلته، الا انت، لك شو القصة؟ لا سيدو، أنا ما عم يدق الباب علي، وصوت طبلته ما عم بسمعها، ما عم بسمعها بدني. بس بدي أفهم شغلة واحدة، لك انت ليش بتكرهوا لهالزلمه ها؟ شو في بينك وبينه لحتى كرهانه كل هالقد؟ اه؟ شو في بيني وبينه؟ شو قلت اخي ابو شكور؟ انت من كل عقلك جاي تطلب ايد بنتي؟ ايه ايه، شو فيها؟ جاي اطلب ايدها على سنة الله ورسوله، لا عيب ولا حرام. بعدين لاقول لك شغله، شو بدك مهر؟ عندي استعداد ادفع. لك انا ما عندي بنت البيع وما بدي اجوز بنتي، لك مو عيب على جيبتك تيجي تطلب بنت قد بنت بلادك؟ طلع برا، طلع برا، عطلعني لبرا، يلا يلا لبرا، 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 لبرا. لقب سطو شباب. لك ايه شباك؟ عم بسألك كنت، ليش بتكرهوا لهالزلمه كل هالقد؟ شو في بينك وبينه اه؟ لا بالله، ليش لا اكرهه لك؟ اخي ليش لا اكرهه؟ بس انا عم اقول لحالي يعني لو الزعيم معين برهوم مسحراتي بالحاره، ما كان احسن؟ لا عمي لا، كان برهوم ما في احدا من اهل الحاره بالمره الا كم يوم، ولا بدك تخلي برهوم ابن اختك مسحراتي مشان هيك عم تعمل؟ إيه مو احسن من ابو شكور؟ بكفي بفيه العالم برهوم، مو مثل هاد؟ لا عمي لا، ابو شكور منيح وما حدا اشتكى منه ابدا. شفت بعينك اللي عم تدافع عنه؟ هي مرة من جنبنا ما قال السلام عليكم. يا ابن الحلال بالك شايف وجار العربية وعليها احجار وتعبان وعم يلها، جبنا. لك حاجة دافع، حاجة دافع. بتعرف لقب صبحي، بس بدي افهم شغلة، هالاحجار اللي عم ياخذها لبيته شو عم يساوي فيها؟ والله ما بعرف انه ليش عم ياخذ احجار على بيته. شغلة فيها إنا، انت قلتها فيها إنا. أبو شكور، لوين أخذ الأحجار كلها معاك؟ يعني لوين بدي أخذهم؟ على بيتي. إيوه، وشو لك شغل فيهم لتأخذهم على بيتك؟ وأنت شو دخلك؟ ماني مضطر إلا. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي. نحن حابين نستفسر منك بس إنه بركي بنقدر نساعدك. يعني أنا ما بدي مساعدة حدا. يعني ما بدك تقلنا لوين عم أخذ الأحجار وشو عم تساوي فيهم؟ لا ما بدي إلا، وماني مضطر إلا، وتركني بحالي الله يوفقك. شو هالحكي يا؟ لا قوة إلا بالله. شفت شلون كان جوابه؟ دافع عنه. أخي اصطفي، بركي ما بده يحكي، اتركه براحته. اتركه براحته، أكيد في سر كبير ورا هالحجار.
عقلك شو سر ما سر؟ يمكن بده يبني له شي غرفة، يبني له شي حجار، مو أكتر ولا أقل. لك شو بنا؟ لك شو مو أكتر ولا أقل؟ لو بده يعمر غرفة، لو بده يعمل له شي عملة، بده يجيب رمل والمحمرجية والتراب والرمل، بدهن عملة. وهو على علمي وعلمك عايف التنكة تبعه. تعرف شو؟ ليكون قاتل له شيء قتيل وبده يطمره. امشي لنشوف. لك هلا لا حول ولا قوة يا زلمه، هلا ومنعلق معه. لك شو تعلق معه؟ امشي امشي لقلك. والله متسوق يا بي، ليه ما بتستأجر عتال يزق عنك هالحجار؟ مو احسن ما تتعب حالك وانت رايح جاي حامل هالعربيه؟ الله يسامحك يا بنتي، يعني العتال ما بده مصاري حتى يشتغل، منين بدي يجي؟ ما معنى. يا ربي دخيلك، منين اجتنا هالمصيبة؟ كنا قاعدين ومستورين. هذا نصيبنا يا رب، الحمد لله اللي انقضت هيك. بعدين تضرب الفقير وعيشته، المصائب تتنزل عليه من كل حد وصوب. بعدين يا بنتي ديري بالك، الله يخليك، ما بدي حدا يعرف انه نحن هيك عم نعمل مشان ما ننفضح بين الجيران. لك لا يا غيابي، معقول اقول لحدا؟ ليش هي قصه بتنحكى؟ الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. غيابي الله يخليك، فوت ريح حالك شوي. والله نهض ظهرك وانت رايح جاي عم تزق هالحجار، طول الليل مالك نايم. الله يرضى عليكي، خليني لحق كم نقله قبل ما يروح الضوء. يعني خلينا عم نقول نحن مستورين مشان ما ننفضح قدام الجيران. الله يرضى عليكي، خايفة علي. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. الله يقويك يا رب ويخلي لنا اياك. اللهم اني صايم. يا رب الله يتقبل. شفته ايه شفته؟ السلام عليكم. خير؟ شو بدكم جايين لعندي؟ هلا هيك اللي بيستقبل ضيوفه؟ ضيوف مين والناس نايمين؟ مالك شايف دنيا رمضان؟ يلا حلو عنا. يا حبيبي جينا لعندك، إنا لحالنا بركدم بنساعدك بنقلة الحجارة. لا ما بدي تساعدوني، يلا حلو عني. الله يرضى عليكم. يعني ما بدك تقلنا شو عم تساوي بهالحجار؟ لك شو بدك بهالشغلة؟ العمالة لصة، شو هالحجرية هي؟ اخي عم جيبها حطهم بيتي، عم جمع حجار بالتختي. يلا نلعب انت وياه، يلا يلا. نعمة نعمة نعمة، شو هاد يا ربي دخيلك؟ وليش عم يزق كل هالحجار على بيته؟ ما بعرف زعيم ما بعرف، بس بصراحة أكيد في شي سر كبير كبير كتير زعيم. شو قصدك؟ مثل شو يعني أبسطوف؟ مثل شو؟ ما بعرف، بس أنا شاكك وخايف، يمكن يكون قاتل له شيء قتيل وده يدفنه ببيته ويحط الحجار فوق منه ويعمر حيط حتى ما حدا يعرف. شو هالحكي أبو سطوف؟ لا تتهم حدا، لا تظن فيه السوء، إن بعض الظن اسم، فهمان علي؟ الرجال صار له ساكن عنا بالحارة فترة طويلة، ما حدا اشتكى منه ولا شفنا منه لا زايحة ولا مايلة. صحيح عمي، مثل ما عم يحكي الزعيم، ما بصير نتهم الزلمة هيك، بجوز يكون عم بيعمر له غرفة يوسع على حاله وعلى عياله. يا أبو جميل، هذا كل الناس بتعرفه هذا الحكي، ولو مزبوط هيك ما كان قلعنا أنا وأبو صبحي وقت رحنا لعنده على البيت، زعلنا عليه، رحنا قلنا منساعده خطية، زلمة كبير وتعبان، قام فتح الباب وصرخ علينا وقلعنا. وإذا ما لك مصدقني هيا أبو صبحي يسأله. اي والله كلامه مزبوط يا زعيم، وانا متاكد متاكد انه في سر كبير من ورا هالقصه يا زعيم، وما بدنا يصير شيء بالحاره وانت زعيمنا وكبيرنا وما تعرف. وانت كبير الحاره يا زعيم، ولازم تعرف الشارده والواده وكل شيء عم يصير بالحاره عنا هون. تركوا لي الموضوع، انا بحله بذات نفسي. كفو زعيم كفو، انت قد وقدود. جاي جاي. الله عب شكور. حبيبي زعيم، اهلين اهلين زعيم، اهلين وسهلين. بدي اسالك سؤال وبدي جواب عليه هلا. خير زعيم خير.
انت ليش عم تزق حجار وتفوت على بيتها؟ زعيم والله ما في شيء، انا عم جيبهم من برات الحاره، يعني ما عم بسرقهم. انا بعرف انك ما عم تسرقهم، بس ليش عم تجيبهم وتفوتهم على بيتك؟ زعيم الي شغل فيهم، استر علي الله يوفقك. وليش بقى؟ يعني ما بدي حدا يعرف زعيم انا شو عم بعمل. فوت خذ طريق يلا. زعيم الله يوفقك زعيم. عمل لك خذ طريق يلا. امرك زعيم. يلا تفضل. روح قدامي روح. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هاد أبو شكور؟ مثل ما لك شايف، بالفعل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو بدي لك يا زعيم؟ من حصة يعني بدك تقول شي 10 أيام قاعد عم بنقض وضوئي، مليت إلا السقف تبع بيته مي قد فوقي. صار لك زمان على الحالة؟ مثل ما قلت لك صار لنا شي 10 أيام. ليش ما اجيت وقلت لي؟ شو بدي اقول لك يا زعيم؟ والله بستحي، معقول اقول لك انه انا بدي اعمر السقف تبع بيت المي؟ يعني عيب، والناس ما عم تقدر تتركني بهمي، ما عم تقدر تتركني بحالي. شو عم يعمل ابو شكور؟ ليش عم يزق حجار؟ شو عم يساوي؟ يعني ناس حشرية الله لا يدواك اللي ضايقه. خلاص ابو شكور لا تاكل هم، انا رح اعمر لك بيت المي ورح عمر لك غرفة وسع دارك فيها. يعمل بيتك يا زعيم، يعمل بيتك يا زعيم، يخليني اياه، يمد بعمرك رب. يلا سلام عليكم. الله معك زعيم، الله معك زعيم. الحمد لله، الحمد لله. لك ان شاء الله الله يحترم الوش. رايح اليوم لعند بيت ابو ياسر؟ اي والله الظهر، يخلي لي اياك يا رب. يخلي لي اياكي. الله يقوي لي اياكي، ان شاء الله ما بحترمي. شو رايح تلم حجار من الحاره اليوم؟ طبعا رايح، ليش في حل تاني؟ والله انا خايفه اهل الحاره يشتلقوا. ويشتلقوا؟ فوق ما عم ننظف لهم الحاره كمان؟ شو هالحكي يا؟ طيب وبركي سألوك شو بدك تعمل فيهم؟ ما حدا له علاقة يسألني ولا حدا له علاقة يتدخل فيني، مع أني مو مرتاحة للقصة بس تصطفل. لك يا بنت الحلال، هلأ دنيا صيف بنقدر نشتغل، بكرة إذا جت الشتوية ما فينا نشتغل، أهل الحارة بيفيدونا شيء. معك حق. زعيم انا حبيت خبرك شو اللي عم يصير بالحاره. طب اخي الزلمه ما غلط بشيء، شو يعني انه عم يلم حجار؟ وين المشكله؟ اذا ما في مشكله، يعني انت زعيم مو حاسس انه في مشكله؟ خلاص ما في مشكله، بس بركدان عم يلم حجار لاغراض ثانيه. مثل شو يعني؟ مثل شو؟ والله ما بعرف يا زعيم. هذا حكي فاضي، روح اعتدي بشغلك. الله يرضى، حاجه تملوا بالناس، الله يرضى عليكم، لسه رايح وجاي بتملوا الناس، شو يعني لم حجار؟ هلا ولا شيء، انا اصلا تاخرت على دكانتي، لازم افتح الدكان يا زعيم. السلام عليكم. روح الله ييسر لك، روح. شو هذا؟ لم حجار، شو عمل يعني؟ هذا يا ستي بدي اياك تروحي لعند ام مازن وتقليلها تجي لعندي، لانه بدي اياها بكم شغله بالبيت. ايه على عيني، هلا بعد شوي بروح وبخبر لك اياها. بتعرفي ابن عمي ابو رياض خبرني انه اهل الحاره متضايقين من ابو مازن، انت سمعتي شيء عن هالقصه؟ ايه والله سمعت، قال هو كل يوم بيطلع من بيته وبيروح بلم كومه حجار وبيرجع على البيت، وقت اللي سالوه قال لهم انا بدي نظف الحاره. كتر خيره، وهن ليش متضايقين بقى؟ لك هن مانن متضايقين، بس هن بده يعرفوا شو عم يعمل بكل هالحجار. لك شو بده يعمل؟ هن شو دخلهم؟ العمى، والله ناس فاضية. ايش بيعرفني؟ شفتي يا خانم؟ الناس ما بيعجبها العجب وبتتدخل بكل شيء. هلا المهم لا تنسي تروحي تخبريها وتقولي لها تجي لعندي بقلب هالاسبوع. على عيني ما رح انسى. شو جايين تشوفوا بالله؟ لك لا مو نشوف، يعني بلا مؤاخذة جايين نستفسير. شفناك لك كم يوم فايت طالع عم زق حجار من الحاره والحارات اللي حوالينا، قلنا لنشوف شو عم تعمل فيه. هيك لكان هيك الموضوع عنكم. لك لا يا ابو مازن لا يروح فكرك لبعيد، يعني نحن حابين هيك، مش كان بدك مساعده نساعد نحن؟ مساعده؟ مساعده بشو بالله؟
لا ولا شيء بنوب يعني، بس هيك يعني عم نسأل إيش كان بدك تبيع الحجار؟ يعني إيش كان بدي بيعه وبتشتريه؟ اسمع أنت يا أنا شو ما عم بعمل بالحجار؟ ما لكم علاقة ولا لكم دخل. بعدين بنصحكم نصيحة، يلي بتدخل بشي ما بيعني بيسمع كلام ما بيرضي. إذا جايين زيارة أهلا وسهلا، أما إذا جايين مشان غير شغلة الله معك أنت وياه. يلا شبابك بالأخير، أعطيلك خذ أعطيلك يا رب. شوفوا ليش عصام؟ شفت ابن عمي؟ خلص بلاها هالقصة، لأنه الناس بلشت تسأل وتكبر الموضوع. لا مو بلاها هالقصة، ما هي اللي عوقف القصة مشان 2 لل30 عملتوا عليه مثل النسوان. أنا قصدي مشان ما تكبر ويجينا وجع راس. لك منين بده يجي وجع الراس؟ إذا عملهم بحجارة ما بدهم إياها الحارة مشان عمل هالبيت، وين الغلط؟ طيب ابن عمي خلص. خلص، حلي عمي. حط لك فطور؟ لا حطي لي فطور. خبريني لشوف شو صار معكم؟ والله على حطيت ايدك مثل ما نحن. اخي الله شو هالاهواد الطيبين؟ صحة وغنى. ايه يا خانم انا خلصت، بدك شي تاني؟ يسلموا ايديكي. الله يسلمك. الله يرضى عليكي، غسلي ايديكي وتعشربي قهوه معنا. معلش دايما ما بقدر، بدي اروح تعبانه. اتركيها اتركيها، تعبانه من تكسير الحجاره الليل مع النهار. عن اذنك يا خانم. شبكي ام احمد، شو بدك بهالمخلوقه؟ والله يا خانم انا لاني مرتاحت لا هي ولا جوزها، حاسستهم عم يعملوا عمله كبيره. شو هي شو دخلها بجوزها اول شيء؟ ثاني شيء شو هالعمله الكبيره اذا كلهم كم حجره؟ عم تقولي لي كم حجره؟ ايه هو لامم حجار بتعمر حيط. اوف. ايه والله يا خانم، واليوم الصبح لما راح لعنده جوزي ليعرف شو عم يعمل قام قلعه تقليع من بيته. شو هالحكي؟ ايه والله، واليوم قال لي جوزي كمان انه لما فتح معه سيره الحجاره انخطف لونه وفاط بالحيط، وشو طلع عليه بالعلالي وقلعه من بيته تقليع. بقى انا برايي لو ما القصه مو كبيره ليش لتخبي كل هالتخبايه؟ بعدين انت لازم تقنعي جوزك الزعيم انه ياخذ رجال الحاره ويروح يفتشوا بيته. يا ابو مازن، رجال الحاره عم يشتكوا منك. شو غلطت انا مع رجال الحاره لا سمح الله؟ بدنا نشوف شو عم تعمل بالحجار اللي عم تلمها. وشو ضررتكم الحجار اللي عم لمها؟ انت ما ضريت حدا يا ابو مازن، معلش بس يعني مشان تطمئن قلوبهم ويرتاح بالهم، وما بدنا نقعد نضرب اخماس باسداس ونظلمك بسنوننا. بعدين بلا منقود هي الحجاره اللي عم تلمها انت مو ملكك لحالك، هي ملك اهل الحاره كلهم، وكل بيت بالحاره له حصه فيها. ليه؟ تضيع انت وياه ما تلتين حجار كابينا اهل الحاره وانا عم لملمها، دايت عندكم عليها. مو مشكله، ورجينا شو عم تسايب الحجار. تفضل زعيم. لا انتوا خليكم، تفضل زعيم. تفضل تفضل. وين اخي وين؟ تفضل تحت تفضل. ايه تفضل قول يلا اوعى تقول. بسم الله على مهلك. بسم الله عليك. يا عم الله بالينا بهالناس، اي ما كنت افهم. شفت هاي حال الغرفه؟ شفت الحفره هاي الكبيره؟ والله شفت شفت. والله حالتنا بتبكي الحجر. هاي الحفرة الكبيرة كانت عبارة عن شقشقة صغيرة، بعدين صارت شروخة، بعدين ملينا للسقف هد كلياته علينا. الله أكبر. جمعنا حالنا وقعدنا حالنا بغرفة. بنقدر بالصيف نقعد بغرفة بس بالشتاء ما فينا نقعد بغرفة، بحاجة لهالغرفة. فقلت بدي أعمرها، وأنا لا أخذي بهالكلمة، ما معي مصاري جيب، إجيت معمر جيب. تفضل هلا تفضل لك. يلا يلا. فقلت لحالي روح يا ولد لمني من الحجاره الموجوده الحاره واللي ما بدهم اياها الف حار. نعم. وجمعهم مشان تعمر هالسقف، وهذا اللي صار. واهل الحاره الله ليدا واكل اللي دقتهم منه، كل واحد وخش عم يشوفني شو عم يعمل بالحجار، شو بده يساوي بالحجار، هذا بيقول لي بدك تياني، هذا بيقول لي بدك تياني. والله جننوني، هيها هي حالتي يا زعيم، الله وكيلها. والله ماني عرفان شو بدي اقول لك.
من حالك انت ويانا العمو الشيء العمو الشيء. ايه بس يعني ما عرفنا نحن الحجار ليش اللي عم بيجيبها، ما بدنا نفهم. لك روح العمو الشيء بعدين تعرف. روح لك شوف بعد ما ورجيت. روح بشكيك والله. الله روح الزعيم اللي بيقول روح مو انت. روح الله يرضى عليكم. يلا وهلا شو يا زعيم؟ نحن كلنا يا ابو مازي، وانا اول واحد بعتذر منك على الشيء اللي بدل منا، وحقك علينا. كان لازم اعرف بالاول مشكلتك شو هي حتى نعرف كيف نقدر نساعدك وتطمن. باذن الله اوضتك رح تتعمر وانت مرتاح، وطول بالك. يلا السلام عليكم. الله معك زعيم. الله معك. الظاهر يا مو صار لازم تروحي لعند عمي ابو فارس. والله خايفه ما يرضى يديني. وليش لحتى ما يرضى؟ لانه اخر مره تاخرت عليه كثير بالدفع. ايام وانت كمان عاطيه دكانه ابي لحسام وعم يعطينا فيها تراب المصاري، وفوق كل هذا عم يتاخر علينا بالاجار. لك يا بنتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كمان يعني حسام وراه كومه لحم. كمان انت ارمله وانا يتيمه وما لنا معين بهالدنيا غير الله وهالدكان. طيب ماشي، هلا بروح الدكانه وبعدين بمرق لعند ابو فارس. طيب يا مو خديني معك. لا ما حذرتي، شو رايحة سيران أنا؟ يا جبار يا رب. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم أختي حسنية. الله يخليك. في مجال تدبر لي اجت هالدكانة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما بعرف شو بدي اقول لك. والله انا بدي اعتذر منك لاني تاخرت، بس مثل ما لك شايفة يعني الاحوال دائرة ومالي عرفان شو بدي اعمل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله وكيلك، لو مالي مضطرة ما كنت اجيت لعندك وطالبتك، بس الله يعلم ما عندنا لقمة اكل بالبيت انا وبنتي ناكلها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، والله ما يعرفان شو بدي لك. الله وكيلك، أنا كل الشهر بدي من أبو فارس حق الأكل، وآخر الشهر بوفي من الأجرة اللي أنت بتعطيني إياها، بس إذا ضل الحال هي ما بقى بحياته يديني. معك حق، معك حق أختي حسنية. طيب شو رأيك هلأ أعطيكي نص المبلغ والمرة الجاية بعطيكي النص الثاني؟ طيب إمتى المرة الجاية؟ لحتى الله ييسر اختي حسنية. شو بدنا نساوي؟ سكي هلا هدول شوية المصاري دبري حالك فيهم، من هون لالله ييسر امري وامرك. سكي اختي، اذا ما كنا مع بعضنا ما بتزبط الامور. دبري حالك اختي، دبري حالك اختي حسنية. ماشي كتر خيرك. اهلين وسهلين. مش حتي هلا رحت معك تاكلي، إن شاء الله عمرك ما تأكلي. السلام عليكم أخي أبو فارس. أهلين أختي. بصراحة أنا قاصدتك الطلب، بس خجلانة منك كتير. لا أطلبي. يعني أنا لازمني أتدين منك كم قرش، يعني أنا بعرف. بس شو؟ احكي احكي أختي. أنا بعرف إني تأخرت عليك الدينات الشهر الماضي، وكان لازم 3-4 أيام إجي وفيك ياهم، بس صدقني المستكري ما أعطاني غير دفعة صغيرة. يعني أنا من شوي كنت عنده وأعطاني كم قرش. إيه مو مشكلة أختي، مو مشكلة. يعني بقدر أتدين منه؟ طبعاً. كتر خيرك. الله يا أبو فارس، الله لا يعيز عبد العبد. صحيح أنا كل شهر بتدين منك، بس الله وكيلك، ولا مرة أكلت حقك، صح ولا لا؟ هي لا مزبوط مزبوط، أنت من ريحة المرحوم وتكرم عينك. تفضلي أختي. شكرا، كتر خيرك. أهلا وسهلا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا كريم. ابن عمي؟ نعم.
شو صار معكم مشان زكاة الفطر؟ لمينا المصاري وراح نوزع للناس قبل العيد. الله يجزيكم كل خير. مشان شو عم تسألي؟ عم بسأل مشان ما تنسوا أي حدا وأي عائلة محتاجة بالحارة. واه مثل مين؟ يعني مثل أم رستم الداية وأم عمر وحسنية مرت المرحوم عفيف. حسنية مرت عفيف الله يرحمه، كل عيد بنعرض عليها المصاري وبترفض تاخذ المصاري. إيه لأنه نفسها عفيفة وما بتحب تمد إيدها لحدا. ما اختلفنا، بس نحن أولاد حارة واحدة وأنا المختار مثل أخوة يعني. والله معك حق، بس مثل ما قلت لك هي نفسها عفيفة، بس أنا بعرف البير وغطى. ماشي، رح أترك الموضوع لإليك، أنت تصرفي معها. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله ييسر لك ابن عمي. مرقت على الدكانة، عم حسام ما أعطاني غير من الجمل إذنه. أيوة، وكيف ردي عمي أبو فارس يكمل لك المصاري؟ أبو فارس كل عمره أصيل وابن حلال، ما نسي العشرة اللي بينه وبين أبوكي، وقال لي ردي لي إياهن على مهلك. وإمتى حسام بده يدفع؟ حأستنى أسبوع وبعدين روح لعنده كمان. هيك لك المعلم حسام ما أعطاه حقه. لا والله هي هيك قالت لي، بس شو اللي صار بالضبط ما بعرف. مشكلة، هاي المرة ماشية بالمحدود، لك لا تأخذ منها لا حق ولا باطل. شلون يعني مختار؟ لك هاي المرة أرملة وعندها بنت يتيمة وعايشين ببيت مهرير وما عندهم غير هالدكان يسترزقوا منه. يا مختار هذا الشيء كلنا بنعرفه، بس هي كمان ما بتقبل حسني من حدا. أنا ما خليت وسيلة وما عملتها. لك عباس عباس، بيني وبينك مختار، أنا قلبي انحرق لما عرفت إنه ما عندهم شيء ياكلوا بالبيت، بس ما خليت طريقة ولا خليت وسيلة اللي عملتها إلا شوي راح تزفني بهدري طويلة عريضة. يا مختار تصطفل تصطفل. طيب مختار شو مشان أم رستم؟ أم رستم بعتت لها مصاري، قلت لها شو بتحتاج بتجي لعندك بتاخذ غراض وبتسجلون علي. الله يجزيك الخير يا مختار. الله يسلمك. شراب قهوة يلا. شو معلم حسام؟ هي صار لك أسبوع كامل وعدني مشان المصاري وما شفتك ولا بينت. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما يعرف شو بدي لك، حقك على راسي، بس والله ما تأمن معي مبلغ. إلا هيك ما بيمشي الحال، رزقي كله موقف على هالدكانة. يعني شو ساوي ست حسنية؟ بيق حالي، شوفت عينك، السوق كله داير وما تأمن معي المبلغ. الله يوفقك، لا تصرعيني. ليك أخي أنا حالتي مو أحسن من حالتك، يعني أنا بعمري بحياتي ما اللي متعودة أتدين من حدا. شو يعني من هذا الحكي؟ يعني بدي المصاري كاملة اليوم قبل بكرة. لك آخ آخ، طيب ما بتحمليني شي يومين؟ أبداً، ولا نص يوم. ولا نص يوم؟ مسكي العلة، هاي المصاري كلها اللي معي. مسكي مسكي أختي، هدول اللي معي، وحملي حالك وامشي دبري أمورك وأنا بدبر أموري. شو ها؟ ما حدا داير غير على حاله. إذا في ست مايرة إذا ما بعمل هيك هيك لا تفتحي عيونك علي. ماماي والله ما عم باكو. شو ما بعرفكم أنا شو متفكروا. عمو ما عرفتي كيف ضيعتي المصاري أو وقعتيهم. يا ربي ما بعرف ما بعرف، أنا وصلت لعند أبو فارس مديت إيدي ما لقيتهم. طب بوس إيديك يا عمو لا تقهري حالك. لك مصيبة مصيبة، شو بدي ساوي هلأ؟ لا عاد أقدر وفي لأبو فارس لا عاد أقدر أتدين منه، وهداك حسام ما بيعطيني إلا لبعد شهر. يا عمو أنا مالي غيرك بالدنيا، بوس إيديك لا تقهري حالك. يا ربي والله ما بعرف شو بدي لك يا أبو فارس، بس الحالة صعبة كتير. أختي ما تاكلي هم، في فاعل خير إجا دفع الدينات كلياته. فاعل خير؟ إيه أختي إيه. كتر خيرك وخيره. أختي خدي هاي الخبزات وروحي تيسري أنت على البيت. كتر خيرك، الله يوفقك ويرزقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. فارس؟ في حدا دفع عنها
ولا ليكون حاطط عينك عليها انت. ابو الحسن، المخلوقة ما بترجع لهون وتاخد اغراض قبل ما تدفع المصريات اللي عليها. نفسها عفيفة يعني فاعل خير. كذبة؟ ايه كذبة، مشان تقدر المرة ترجع تاخد اغراض من هون. والله افهمتني، افهمتني يا ابو فارس، والله رح ينولك ثواب من الله كبير. ابو الحسن. نعم. تاني مرة ما بتظن بالعالم قبل ما تتأكد. على راسي من فوق. تيسر. السلام عليكم. دامي بدك شي لازم شي. سلامتك تقبل. ابن عمي، ابن عمي باسمه، بعد اذنك حابه اخذ رايك بموضوع. رايي بشو؟ حابه هيك اعمل لمه نسوان عندي هون بالبيت مشان ولاده مرت اخي بخير وسلامه. اي بس على حد علمي انه اهلك ساو مبارك، وانت ما قصرتي، رحتي لانيك ونقطيه اسوار الذهب، صح؟ مزبوط مزبوط، اهلي ساو مبارك ابن عمي، بس هي القصه وما فيها انه انا فرحانه وطاير عقلي انه اخي جاب الصبي وحابه اكمل واجبي. طيب شو فيها يا بنت الناس؟ انت بدك تساوي واجبك ولا بدك تتفشخري قدام نسوان الحاره؟ الله يسامحك. هلا انا هيك عفاف، انا بعرفك اكثر من حالك. انت شو بدك؟ بدك تطالعي ذهباتك وتلبسيهم قدام النسوان وتطالعي اشكال الوان مشان تشوفي حالك قدامهم، صح؟ يعني اذا الله عاطيك يا ابن عمي شو فيها اذا تنعمت بخيره؟ ايه مظبوط، الله عاطيني الحمد لله، بس ما بدي يطلع شيء من جوات بيتي، عم تفهميني؟ اسمعيني منيح، نعمي قد ما بدك بس من تم ساكت. الناس وضع صعب ومعتازة، عم تفهميني؟ خلصنا. طيب يا ابن عمي كرمال قولي على قامتي على هالحظ، قولي على قامتي على هالعقل يلي ناتعه. سمعت انه في عندك قماش جيد، المختار خبرني انه ممكن لاقي طلبي عندك. يا على راسي عمي، البضاعة اللي بالمحل كلها على حسابك، حمل وامشي. يعني انا سمعت عن اهل الشام الكرام، بس لهالحد هاد ما شاء الله ما شاء الله. طبعا عمي، يعني اهل الشام معروفين بالكرم والجود، مو حي الله يعني. بقدر شوف البضاعة اللي عندك؟ ما يموت كرم عينك. عبدو مرني معلمي. هذا الزلمة تاجر من اسطنبول وبعته المختار، بتورجيه البضاعة اللي هون وبالمستودع. يلا براسي براسي والله يا معلم. شو بده ياخذ؟ يلا يلا تفضل يا افندي. اهلين وسهلين. البضاعة عندنا والله. علي انت متأكد انه هالتاجر دفيع؟ والله خايف يكون عم يتسلى فينا. ولك يا هبل، عم لك المختار بعته، بعدين يعني رزق على البادل المستريح جدا. الا لا يعني معلم بدنا نقبر الفقر. شو قصدك نقبر الفقر ولا؟ شو مفتكرني بدي انصب عليه؟ لا معلمي لا، اعوذ بالله مو هيك القصه، بس يعني انه تاجر من اسطنبول وما بيعرف اسعار البضاعه عندنا، فحرام نستفد لنا بقرشين يعني. على راسك ولا؟ قسما بالله لو الزلمه مانه هون لابس على رقبتك. روح شو بده. يلا اسف معلم، حقك علي. هلا بالفرقة شو؟ الله يبعدنا عن المال الحرام عمي. بقى شو رأيك بهالحكي يا خالتي؟ يا بنتي جوزك معه حق. ايه وبشو معه حق؟ جوزك معروف بكل الحارة وإيده للخير وكريم، كل الناس بتعرفه، بقى لشو شوفت هالحال؟ ناقصكن حسد وضيقة عين تقبريني؟ ايه والله من هالناحية معك حق، الناس عينا ضيقة وحسودة كتير. ايه مشان هيك لازم تسمعي كلام جوزك وتخففي مصروف شوي. الحارة كلها بسيرتك. قال شو عفاف عم تشتري لبنة وجبنة وخبز وشو بعرفني وكبة ولحمة. ايه شو رأيك كمان صوم؟ بلكي الناس بتنبسط وبتفرح. يبعت لك الهنا. لك والله يا خالتي ام فراس، انا مو شايفه حالي، ايه بس كمان انا متجوزه تاجر كبير قده ودلقه، النعمه ما عم بتبين علي. اكثر من هيك تقبريني؟ اي خزل عين، نسوان الحاره ما الا سيره غير عفاف. شو لبسه؟ وشو تغندرت؟ وشو عملت؟ وشو عزمت؟ صلاة محمد عم يحكوا هيك؟ ايه عن جد، مو لانه جوزك معه مصاري، لأنه جوزك سمعته مثل مسك بكل الحارة. كرمال هالحكيات الحلوين بتستاهلي أطيب جاد فواكه، يستاهل هالتم الفستق.
يعني ما اشترى من عندك شيء؟ لا والله يا مختار، بس هو قال لي بكره قبل ما يسافر يعني يترك الشام راح يمرق لعندي على المحل وياخذ له كم توب. ماك الله يسرعك، كنت يقنعه انه ينقي له كم توب وخذ منه لعبه. لا يا مختار شو عم تحكي انت؟ يعني معقول اخذ من الزلمه مصاري بدون ما يشتري ولا قطعه؟ ما حلوه. لا حلوه، شغل هاد شبنا. مختار يعني الله يبعدنا عن الحرام، انا الله اذا كاتب لي رزق باخذها، مو كاتب لي الله يبعدها عنا. من يوم يومك شهم وقبضاي. الله يوفقك يا رب. ايه وهلا شو ناوي تعمل؟ ناطره للزلمه لنشوف بده ياخذ ولا لا. اخ يا ابن عمي اخ. سلامتك سلامتك، ان شاء الله مع قلبك شر. اخ اخ ولي ولي، لو تعرف قديش موجوعه. ما حاسس في زي انا اصلا. يعني انت شلون هيك ما انتبهتي مثلا؟ بس شو هي؟ هي اخرت البروزه. البروزه قدام الناس والعالم وشفت الحال. عين؟ شو دخل هي بهي؟ لا دخلها دخلها. العين بتصيب. يعني منيح جت برجلك ما جت بعينك مثلا، قلعت لك شي عين مثلا. كسرت لك عمودك الفقري. شوهت وشك. اتكسورت كلياتك. العين الزرقاء بتصيب. ياما حطت الجبل بالقدر والزلمه بالقبر. طزي تف من تمك، لك تف من تمك ابن عمي. بسم الله حولي وحوالي شباب. بسم الله الحمد لله بسم الله. بس حاجه بروزه قدام الناس، الناس تعبانه، الناس معتازه. اتركيها بهمها للناس. اخ يا رجل ما عم بقدر اوقف ولا امشي منيح. غايب عنك ما هيك؟ رح ضل حدك وما رح اتركك. وشغلك ابن عمي؟ عبده بيمشي الشغل. الله يخلي لي اياك ولا يحرمني من حنيتك يا حق. كيلي. اخ اطليه لك بروزة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ميت، اهلا وسهلا بالافندي. المعلم صالح ما اجى لسه؟ لا والله يا افندي لسه ما اجى، ويعني بيني وبينك يمكن ما يجي اليوم. خير صاير معه شيء؟ لا لا ما في شيء ما في شيء، هيك مشكله صغيره، بس امرني انا موجود هون لخدمتك، قل لي بس. والله الحقيقه انا جاي اشتري من عندكم قماش لاني مضطر سافر اليوم. من هالناحية لا تاكل هم تاج راسي، المعلم وصاني فيك خصنص وشو ما بدك أنا جاهز. والنعم منك يا عبده. محسوبك عبده، خدامك وخدام شواربك، أنت بس قلي شو بدك واللي بدك يا بيصير. صراحة يا عبده أنا لازمني بروكار وحرير مشان تجارتي هنيك باسطنبول، بدي إياهم يكونوا على كيف كيفك. عندي بضاعة بروكار نخب أول على كيف كيف كيفك. أعطيني تكة بس من وقتك. عن إذنك معلم. هلا بيكونوا عندك يلا. أريب محمود، أريب محمود، لا الحمد لله عطيه. شرف على راسي. أهلين بمعلم. أريب عبدو. أهلين بتاج راسي، شرف معلم، شرف. شلونك؟ الحمد لله بألف خير. الله يعطيك العافية، شو نشر المحل؟ كله رواق معلم، كله رواق، وبالعلامة مرق التاجر الإسطنبولي واشترى بضاعة بعشر ليرات ذهب. معلم حملته البضاعة اللي على السقيفة. شو بلا؟ شو معلم؟ عم تقول انه حملته البضاعة الخربانة اللي بالسيف للزلمة؟ ايه معلم هي هيك خربانة الا بنستفيد منها بكم ليرة. لك الله لا يوفقك. لك شو مسوي هيك؟ هلا الزلمة شو بده يقول عني؟ نصاب؟ محتال؟ معلم يقول اللي بده يقوله، هو هيك تيسر سافر على بلده. خلص ولا؟ روح له شي يلا. امرك. هلا شو بدي احكي عنا الزلمه هلا؟ شو بدي اقول على اهل الشام؟ ايه مرق. ايوه هذا الحكي بدي اصل له، انا بدي اشوفه لانه يعني بدك تقول حصه. بعدين هذا الزلمه بده يسافر، ما بعرف اذا سافر ولا ما سافر، ومرق لعندي مشان يتشكلني، انت ليش عم تسال؟ اختار هذا الزلمه له معي 10 ذهبات، لازم اشوفه مشان ارجع له اياهم. اوف شلون هيك؟ هلا قصه طويله، المهم هلا وين بدي اشوفه؟ بوشك على طالع الفضه قبل ما يسافر، لحقه يلا. هو هيك أمين.
شهم محترم. يا الله معلم صالح. اي والله بشحمه ولحمه. منيح اللي لحقتك قبل ما تسافر. خير؟ شو في خير؟ خير كله خير، بس شو بدي اقول لك انا، والله ما عرفت، ماني عارفه شو بدي اقول لك، يعني وشي اسود منك. انتوا اليوم مرتوا لعنا على المحل واشتريتوا البضاعه صح؟ صحيح، بس يعني اسمعني شوي، بدي اقول لك القصه. يعني انت اليوم وقت رحت هذا اجير يا عبده الله يصلحه، اعطاك تواب مو قيمتها اللي دفعتهم انت، مشان هيك والله وشي اسود منك ودورت عليك بسراج وفتي لي لرأيك ورجع لك حقك. معقول هالحكي؟ شو الحكي هاد؟ قصدي هدول التواب اللي اخذتهم، هدول تواب مضروبين من السقيف اعطاك اياهم، مو نفس التواب اللي انت شفتهم وبدك تاخذهم. طيب انت ليش جاي تخبرني؟ كان بامكانك تضل ساكت وانت الربحان. الله يسامحك، انا قلت لك انه اهل الشام معروف عنه الكرم والجود والشهامة، نحنا ما بناكل حق حدا بالحرام، والله يبعد عنا الحرام. مشان هيك عمي أنا ما أنا علي أجيت مشان رجع لك يعني ذهباتك، أو إذا بدك تأخذ نفس القماشة اللي طلبته أنت. تعرف ما خاب ظني فيكم، فعلاً أنتوا أهل الشام أهل الشهامة والكرم، والله ما خاب ظني فيكم. نعم منك عمي، أخي مسيك هدول وبعد ما تأخذ التواب بعدين حاسبني. شرف. يلا شرف.